تسببت الأمطار الغزيرة بمنطقة أمريكا الوسطى في سيول وانهيارات أرضية، ما أدى إلى سقوط 12 قتيلا في غضون بضعة أيام. وهطلت الأمطار منذ يوم الخميس على دول ابتداء من غواتيمالا حتى كوستاريكا، أدت إلى انهيار أرضي في هندوراس أسفر عن قتل طفلين وأمهما. كما دمرت الأمطار منازل ومحاصيل وأجبرت الآلاف على ترك منازلهم والإقامة في ملاجئ مؤقتة.